لكن ما نقدرش نأخر طلب للمهندس علي. قال لفريق الإعداد شوفوا لي الكابتن رؤوف عبد القادر، جابوا الكابتن رؤوف عبد القادر. ماشي. كابتن رؤوف مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. ازاي حضرتك؟ يا ابو كباتن. الحمد لله. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. يا اهلا استاذ ابراهيم والمهندس عدلي، يا اهلا بيكم يا رب. قول لي مبروك فوز مصطفى عسل ببطولة الاسكواش، بطولة العالم. الحقيقة طبعا احنا كلنا كنا مترقبين المباراة، ويمكن شوطه كانت على احدى المواقع، كان اول باول يعني، كنا نقطة بنقطة معاه. وعايز اقول ان يمكن عند نهاية الاجتماع مع كابتن الخطيب عرفنا الخبر، وفعلا لان يعني فرحة جميع اعضاء وجماهير النادي الاهلي للبعثة هناك، وكلمنا كابتن نور عصام المدير الفني للسكواش، وكلمت انا مصطفى قبل المباراه بحوالي نص ساعه، وبعد المباراه ايضا يعني باركنا له وقلت له تحيات ومباركه مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس المجلس كابتن محمود الخطيب. فبقول الف مبروك مصطفى عسل. ايضا النهارده في انجازين في السباحه، في السباحة ساندي، سباحة النادي الأهلي ساندي أيمن، كانت ذهبية 800 متر في دورة الألعاب الأفريقية للجزائر. تمام. في الجزائر. وأيضا سباحنا أحمد راتب برضو أحرز ميدالية في سباق 100 متر فراشة، برضو ضمن منافسات السباحة في دورة الألعاب. ميدالية فضة ولا برونز يا دهب؟ دهب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يعني عندنا يعني دهب في السكواش، دهب في السباحة لساندي، ودهب في أحمد راتب كمان. بالضبط. وده غير اللي هو يعني السباح ميشو اللي أشار ليه كابتن عدلي من ألمانيا، حطم يعني ثلاث أرقام مصرية وأفريقية من ثلاث أيام. فدي انجازات كلها الحمد لله يعني تحسب لابطال النادي الاهلي في كل الالعاب يعني، فبنبارك لهم كلهم من خلال. وقبل كده بشويه كان عندنا برضو انجازات على مستوى البحر الابيض من خلال لاعبتنا برضو. يعني انا شايف يا كابتن رؤوف انك ابو العريس دلوقتي الشهر ده يعني. والله الحمد لله، تملي يعني النادي الاهلي الحمد لله يعني بيساهم بقدر كبير بلعبته في جميع المنتخبات القوميه في جميع الالعاب، ويمكن ده الهدف الرئيسي. صحيح. يعني الهدف الرياضي الاساسي لقلعه النادي الاهلي، القلعه الوطنيه بتاعتنا، ان الهدف الاساسي هو يعني عمل ابطال يمثلوا مصر في المنتخبات القوميه ويرفعوا رايه مصر من خلال المحافل الدوليه. فالحمد لله زي ما حضرتك قلت في الشهر الاخير على صعيد الالعاب الفرديه النادي الاهلي الحمد لله ابطاله ساهموا في احداث بعض النتائج الطيبه اللي بتعود اولا واخيرا لبلدنا. طب لما يبقى عندي، لانه الحقيقه انجازات الشباب في الدوره الافريقيه في الجزائر ليها دلاله مهمه جدا، لما يبقى عندي ساندي وعندي احمد راتب وقبلهم ميشو، هل في تفكير انه يبقى في اهتمام نوعي خاص بهذه المجموعه المتميزه يا كابتن في الفتره اللي جايه؟ هو الحقيقي في يعني تركيز على يعني نعتبر شبه يعني اعداد البطل الاولمبي. بالظبط. نشوف مين اللعيبه المميزين في الالعاب الفرديه. وسواء هم موجودين عندنا الحمد لله يعني بنوفر لهم الاحتكاك الخارجي، يعني مش عايز اقول ان السباحين اللي كنا بنتكلم عليهم في بطولات المانيا، النادي الاهلي هو اللي حرص على سفر اللاعبين دول بره علشان يحتكوا علشان يحققوا هذه الارقام. فالنادي الاهلي يعني ما بيدخلش في الصرف على اي بطل من ابطاله. يعني عايز اقول لحضرتك ان مصطفى عسل مثلا على سبيل المثال، البرنامج الاعداد بتاعه اللي اتقدم من جهاز السكواش تم الوافقه عليه من مجلس اداره النادي الاهلي، ويعني بيضمن له الاحتكاك القوي، لان احنا بنتكلم النهارده على بطل عالم. بنتكلم على بطل عالم بنعده النهارده، هو بطل عالم تحت 19 سنه بس باذن الله يعني بنعده عشان يكون بطل العالم في العموم.
فبالتالي يعني ده يتطلب المشاركه ما يقلش عن حوالي 13 او 14 بطوله عالميه في السنه، مع توفير التدريبات المناسبه. طبعا احنا عندنا صرح كبير اللي هو مجمع الاسكواش الموجود في النادي الاهلي، في 8 ملاعب على مستوى عالي جدا. انا اظن انه ساهم في تطوير مستوى اللعبه الملاعب الجديده دي. اكيد مش كده وبس، وحرصنا في التشكيل الجديد بتاع الجهاز السكواش ان احنا زودنا عدد المدربين، مش زياده في العدد وبس، ولكن يعني في مش في الكم ولكن في الكيف الحمد لله، يعني بنوعيه خاصه يعني. يعني كان عندنا يعني من احسن مدربين مصر موجودين الحمد لله من الموسم الماضي، واضفنا برضو طاقه فنيه عاليه جدا في بدايه هذا الموسم. يعني البنيه التحتيه المتمثله في الملاعب الحمد لله من احسن الملاعب اللي موجوده في مصر، ملاعب سكواش. هنبص من الناحيه الفنيه توفرنا من مثلا احسن مدربين، وفي نفس الوقت الدعم المجلس الاداره في اتخاذ القرارات اللي زي ما بنقول الدعم لابطالنا اللي محتاجين احتكاك او لعب اكبر عدد بطولات. يعني مجلس الاداره ما بيتاخرش. طبعا انا بتكلم عن السكواش لان هو الحدث النهارده، يعني فوز بطلنا الكبير مصطفى عسل. ايوه. يعني حقيقه كمان يعني انا نفسي مصطفى عسل مش لعيبه بس، لعيب على اخلاق عاليه جدا جدا جدا، اهم حاجه دي. ده اللي يعني ده اللي احنا حريصين عليه في النادي الاهلي. في يعني بطلة يعني 10 سنين يعني برضو أيدناها السنة دي. يعني الناس هتقول يعني النادي الأهلي بيروح يجيب بطل عنده 10 سنين؟ أيوة، لأن واخد بطولة إنجلترا المفتوحة، واخد مركز أول، والنهاردة إحنا بنحضرها برضو. لما نيجي نبص لو فرضنا زي ما المهندس عادل قال، ده معقولة الريشة الطايرة يعني تخش الأولمبياد والسكواش ما بيخشش؟ اعتقد انه في محاولات ان يخش في الاولمبياد اللي جاي على حسب علمي يعني. طب انت عندك في الاولمبياد اللي جاي على طول الكاراتيه داخله، والكاراتيه من الالعاب البطله في النادي. بالظبط، دي مثلا حضرتك اثرت الموضوع من ساعه موضوع الكاراتيه ان هو هيبتدي يخش الاولمبياد. ابتدى جهاز الكاراتيه ايه الطريقه اللي هتتم علشان بطل الكاراتيه ان هو يشارك في الاولمبياد؟ في عده بطولات زي اللي بنتكلم عليها اللي هي بتاعت السكواش، عده بطولات عالميه. البطل اللي عايز يشارك في الاولمبياد لازم يكون حاصل على عدد بوينتس معينه من المشاركه في هذه البطولات. اذا لو في بطل يعني نظام التاهل للدورات الاولمبيه بالبوينتس. والبوينتس ان هو يشارك اكبر عدد من البطولات. ايوه طبعا. ويحرز ويحرز ترتيب. فبالتالي انت محتاج ان ابطالك يشاركوا في البطولات العالميه، ممكن تلاقيها في اسيا، ممكن تلاقيها في امريكا الجنوبيه، ممكن تلاقيها في اوروبا. برضه مجلس اداره النادي خد قرار بالموافقه على سفر ابطالنا في الكاراتيه برضه للمشاركه في هذه البطولات، عشان ندي فرصه لابطالنا يتأهلوا ان شاء الله، اللي من خلالها ان هم يتأهلوا للمشاركه في الاولمبياد باذن الله. ده طبعا استعراض واضح ان مجلس اداره النادي الاهلي لا يكل ولا يمل من دعم جميع الالعاب. يعني احنا بنتكلم في الالعاب الجماهيريه الجماعيه الثلاثه، لا احنا بنتكلم كمان على الالعاب، لان ما اعتقدش ان علشان نقول النهارده يعني الالعاب الجماعيه الثلاثه اصبحت العاب مغموره او مش جماهيريه ولا حاجه. لا، الالعاب الثلاثة سلة وطايرة ويد تعتبر في جماهيرياتها، صحيح عمرها ما هتيجي زي كرة القدم، ولكن خلاص يعني ما عادتش شهيدة. ما عادتش بالظبط يعني. حضرتك جبت اللفظ اللي أنا مش عارف أقوله، مع يعني خلاص كل الناس عارفة أبطالهم. لا، ده جمهور بتاعنا بيتابع اليد والسلة والطايرة بشكل ناس رائع. كتير الحقيقة حتى على الفيسبوك يا كابتن رؤوف بيسألون على اليد. يعني عايز اقول طبعا الحمد لله بالنسبه للطايره وبالنسبه للسله. اعتقد ان يعني انت من الاول من يعني من الموسم اللي احنا فيه الحمد لله زي ما المهندس عدي قال ان احنا النتائج كانت الحمد لله يعني مرضيه بنسبه 80% او 90% بالنسبه للمستهدف.
بتكلم بالنسبه لفريق كره اليد. انا مقدر يعني خوف جماهير النادي الاهلي على الفريق. شايف بعض الصفقات ما تمتش في النادي الاهلي. طبعا احنا متابعين وعارفين مدى حب وحرص جماهير النادي الاهلي على جميع الفرق الرياضيه، فزي ما اطمنوا على السله وعلى الكره الطايره عايزين يطمنوا على كره اليد. مش وعود ولا اي حاجه. احنا يعني ما بنتكلمش على اي صفقات ولا اي حاجه الا بتتم بالفعل، ولكن يعني خلال الشاشه العظيمه الشاشه الاهلي والبرنامج الجماهيري بتاعكم بطمن جماهير النادي الاهلي ان ما هو في احتياجات، يعني ممكن التيم بتبقى متكامل ولكن هناك بعض المراكز اللي هي يعني محتاجه دعم. تزودك. المراكز اللي محتاجه المحتاجه دعم تم تحديدها. بس الناس يعني مستعجله، ولكن عايز اقول في الطريق وفي القريب العاجل سيتم يعني زي ما اعلنا عن لاعب. الله يطمنك، خلاص مش عايزين نعرف. مش عايزين نعرف. بص بيداري اهو بيداري. والله انا عايز اقول لما ممكن الصفقه بتبوظ او بيكون لا 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 مش عايزين نعشم خلاص الناس. خلاص احنا بنطمن الناس. انا عايز اقوله استحمل شويه وفاجئنا. يعني هم نفس الجماهير اللي بتتابع كتير على كوره يعني انا في خلال مده معينه باذن الله مستني رايهم بعد لما يعرفوا يا استنى ما تعشمنيش انا بالذات. لا لا باذن الله يا كابتن رؤوف. كابتن رؤوف قريب العاجل يعني. اتفضل يا كابتن. هاخدك في حته بعيدة شوية. بتتابعوا أكرم أحمد؟ أحمد أكرم. أحمد أكرم بتاع السباحة في أمريكا. عايزين يبقى إحنا على تواصل مع الشباب اللي هو بقى فعلا مصنف. أحمد أكرم طبعا يعني عايز أقول لحضرتك تحت المنظار، وبقول لحضرتك إن هو السكولر شيب بتاعه يعني هيخلص الجامعه في خلال حوالي شهرين او ثلاثه وهيرجع لمصر، ولكن مش هو اربع سباحين موجودين في امريكا معاه من النادي الاهلي برضو. ايوه. طب المصير بقى بتاع ارقامهم يا ترى تطور نتيجه هذه التجربه ولا مش مش على المستوى اللي احنا متوقعينه؟ اكيد اكيد، وان هم يعني المفروض ان هم رجعوا يشاركوا. هم صحيح في البطولات الاخيره يعني تعارضت مع دراستهم فيمكن ما شاركوش معانا، لان هو السفر بره في الدراسه بره والاحتكاك بره وكل حاجه، لكن المفروض ان كل بطولات الجمهوريه بيرجعوا بيشاركوا معانا، فطبعا واضح ان الارقام بتاعتهم طبعا في متطوره يعني. طيب اكيد اكيد. طيب في واحد بقى عايز اوصيك عليه، لأن الراجل ده مقطع قلبي قوي ومزعلني على اللي بيحصل والله العظيم. إيهاب عبد الرحمن بطل الرمح، لو سمحتوا تابعوه شوفوا حكايته إيه. مسير الإيقاف ينتهي، فلحد ما ينتهي الإيقاف لازم نشوف الراجل ده هل هو جاله إحباط هيكمل مش هيكمل، لأن الحقيقة يعني أحد الصدمات الكبرى في الرياضة المصرية كان وهو على سلم الطائرة رايح الدورة الأولمبية يتشفط. يعني الحقيقة طبعا حضرتك عارف إن يعني يمكن أحسن حاجة في النادي الأهلي التخصص، يعني إحنا في طريق إدارتنا في النادي الأهلي كل إدارة تقوم بواجباتها. أنا أعتقد موضوع إيهاب عبد الرحمن يتعلق باللجنة الطبية، لأن علشان النهاردة يحصل نوع من الاستئناف على الحكم اللي هو طلع، يبقى ده عن طريق منظمات طبية وصحية. فأعتقد الدكتور محمد شاوي رئيس اللجنة الطبية وأعضاء اللجنة الطبية ممكن هما اللي بيعملوا. وانا كابتن رؤوف مش متوقع منك رد، لان ده سؤال على مباغت يعني على حاجه مش متوقعه، لكن انا بلفت النظر لابد ان نعمل وبشيء من التعاون مع اللجنه الاولمبيه اللي قطعا من مصلحتها ان ينتهي هذا الامر بقى
ان احنا نشوف طريقه او على الاقل مجرد المتابعه ان الراجل بيستمر في تدريباته. ما يشاركش في البطولات بس يستمر عنده امل وعنده تدريبات وعنده رعايه، لان مش كل يوم حاجه لنا خامه بالمنظر ده. ده طلب يعني، طلب. انا مش عايز اراد، مش هيكون عندك تفاصيل، مش متوقع ان يكون عندك تفاصيل، انما انا بس بحطها في وسط مشغولياتك الكبيره كده. انا عارف انك قدها ودود، وانت راجل انا يعني بعشم فيك قوي لان عارف دماغك يعني. حاضر كابتن، يعني حضرتك نفتح الملف بتاع هذا عبد الرحمن. تليفون كده، انت بتعمل ايه؟ طب عايزنا نعمل معاك ايه كده؟ هو منتظم في التدريبات الفتره دي يا كابتن ولا لا؟ هينتظم فيه؟ ما بيتمرنش، مش هو مش هيعرف، اصل هو كمان كان عايش بره فتره كبيره. يعني يا كابتن رؤوف، اسبوع 10 ايام كده وبقول لنا ايه الحكايه. ممكن؟ لا ماشي يا كابتن، ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن رؤوف. طمنا على شكرا جزيلا لكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي.